يقول: ما حكم من يتابع القنوات الفضائية المتخصصة في تعليم السحر؟ إذا رضي بذلك وأقره فهو كافر، لأن السحر كفر تعلمه وتعليمه، ومن رضي به. فلا يجوز للإنسان أن يتابعها وينظر فيها إلا في صورة إذا كان يريد أن يرد عليها ويبين بطلانها، أو يكتب للمسؤولين لمنعها إذا كان في نظره إليها إنكار لها وعمل على منعها، فلا بأس. أما أنه ينظر إليها بمجرد الاطلاع أو يعجب بها، فإنه يكون حكمه حكم السحرة. نعم.